محمد يوسف رجل المهام الاستثنائية الصعبة الذي لم يرفض نداء النسر الأهلاوي في أي وقت. استلم الإدارة الفنية للفريق الأول لأول مرة بعد رحيل مفاجئ وصعب لحسام البدري في مايو 2013. محمد يوسف بدأ مهمته الأولى بمواجهة تليفونات بني سويف في بطولة الدوري، وحقق الانتصار الأول كمدير فني للمارد الأحمر بنتيجة 2-1، ثم حقق الأهلي تحت قيادته 4 انتصارات على حساب حرس الحدود، إمبي، المحلة والجونة، قبل أن يتم إلغاء الدوري بسبب ثورة 30 من يونيو. أما حكاية محمد يوسف الإفريقية فقد بدأت بالقرعة التي أسفرت عن وقوع الأهلي مع الزمالك وأورلاندو بايرتس الجنوب إفريقي وليوبار الكونغولي ضمن منافسات دور 8 من دوري أبطال إفريقيا. بدأ الأحمر دور المجموعات بالتعادل مع الزمالك 1-1، ثم تعرض الفريق لهزيمة مفاجئة من أورلاندو بايرتس 3-0 على ملعب الجونة في ظروف استثنائية، ليصبح الأهلي في موقف صعب بالتأخر في ترتيب المجموعة، وهو ما جعل المارد الأحمر يكشر عن أنيابه ليحسم مواجهتي ليوبار الكونغولي في الجولة 3 والرابعة، قبل أن يحسم ديربي القاهرة مع الزمالك في قمة اكتست باللون الأحمر. وحقق الأهلي فوزا عريضا على غريمه برباعية مقابل 2، وتأهل بشكل رسمي لنصف نهائي البطولة. وفي المباراة الأخيرة بالمجموعة فرض التعادل السلبي نفسه على مواجهة أورلاندو بايرتس، ليصعد الفريق كأول للمجموعة ويواجه القطن الكاميروني في قبل نهائي البطولة، ويعود الأهلي من الكاميرون بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق. وفي مباراة العودة انتهت نتيجة المباراة بنفس نتيجة الذهاب، ليلجأ الفريقان إلى ضربات الترجيح التي ابتسمت للأهلي بعد معاناة كبيرة بنتيجة 7-6، حيث أضاع أبو تريكة الضربة الأولى، ثم أحرز وليد سليمان ووائل جمعة وشهاب أحمد وسيد معوض وتريزيجي ومحمد نجيب وأحمد فتحي، وتأهل الأهلي للنهائي ليواجه أورلاندو بايرتس الجنوب إفريقي مرة أخرى. وحقق الفريق نتيجة رائعة ذهابا بالتعادل الإيجابي بهدف مقابل هدف خارج الأرض. وفي مباراة العودة بالقاهرة وسط أكثر من 35,000 مشجع امتلأ بهم استاد المقاولون العرب، أبى المارد الأحمر التفريط في لقبه الغالي ليفوز بهدفين أحرزهما محمد أبو تريكة وأحمد عبد الظاهر، ويحتفظ بالأميرة السمراء بين جنباته، ويكتب محمد يوسف اسمه بحروف من نور في تاريخ النادي الأهلي. ممكن التعادل يا ولد يا ولد يا ولد يا ولد. وليد سليمان الخطأ المتكرر صلحها حلوة يا ولد يا ولد على هدف المغرب في ودي كرة رأسية هنا على طول على طول هدف أحمد عبد الظاهر بعدين على طول وليد سليمان يعملها حلوة أو مش ماله والتحرك المرة دي والهدف.